بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض خاصية البادنج أو الهوامش الداخلية. خليني قبل ما أدخل في الويب وفي CSS وفي HTML خليني أوريك صفحة من صفحات الوورد العادية اللي الشخص بيجي يكتب فيها ويطبع الورقة. هتلاحظ إنه الكلام اللي أنت بتكتبه ما بيبدأش من أول الصفحة بالشكل ده ولا من فوق. لو انت معاك شهادتك في الجامعة او اي ورقة من الورق الموجود عندك في الشغل مش هتلاقي الكلام بادئ من اول هنا، هتلاقي فيه هوامش داخلية. الهوامش دي هي اللي احنا هنشوفها دلوقتي في عالم الويب. الهوامش دي بتخليك تقرأ الكود بشكل كويس او تقرأ الكلام المكتوب بشكل كويس، وبتخلي الورقة بتاعتك شكلها حلو. مش منطقي ابدا ولا عمرنا شفنا اي كلام بيبدأ من بداية الصفحة. طيب لو بصينا هنا على البرودكت تايتل بتاعنا ده والباراجراف هتلاحظوا ان هم بادئين من اول المنتج او من اول الديف اللي هم فيه بالشكل ده، ودي حاجه شكلها مش حلو ومش بنشوفها في عالم الويب بالشكل ده. خاصيه البادنج بتاعتنا بتخلينا نتحكم في الهوامش الموجوده في العنصر، الهوامش الداخليه. طيب محتاجين كده شويه معلومات كده عامه هتفيدنا في الفيديوهات اللي فاتت وفي الفيديوهات اللي جايه، وبعد كده ناخد المعلومات بتاعت البادنج نفسه. في CSS هتلاقي عندك خواص مختصرة، يعني عندك خاصية مختصرة بتلم باقي الخواص بتاعتها كلها. هل احنا خدنا حاجة زي كده؟ في الفيديو بتاع الباك جراوند، في الدروس بتاعت الباك جراوند، انا هنا شباب عامل باك جراوند كلر ريد او اي لون في الدنيا. تفتكروا لما انا اكتب باك جراوند كلر انا حددت له الباك جراوند كلر والموضوع خلص. لو انا كتبت باك جراوند بس يا ترى ايه اللي هيحصل يا شباب؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. هنا هتلاقي اول حاجه الخاصيه بقى فيه سهم جنبها، السهم ده بيقول لك ان دي هيحصل لها اكستند، يعني الخاصيه دي مختصره لخواص كتير. هتشوفها دلوقتي لما اجي افتح السهم ده كده هتلاقي خواص كتير ومعظمها احنا شرحناها، الايمج والبوزيشن والسايز والاتاتشمنت والكلام ده كله، وفيهم الكلر اللي هو باك جراوند كلر. عشان انت حاطط لون هنا فهو يعني اعتمد الباك جراوند كلر دي. يعني الخاصيه المختصره دي ممكن نكتب فيها كل القيم دي مع بعض في نفس اللحظه. بالظبط، ممكن نكتب مفيش مشكله، ممكن اكتب اللون والخلفيه واقول له مكان الصوره فين وكل الكلام ده في كود واحد. ان شاء الله ممكن نعمل فيديو كده تطبيق عملي فيه معظم الخواص بتاعت سي اس اس اللي ليها اختصارات. طيب انت قلت لنا معلومه هي هتفيدنا في اللي فات، عايزين بقى نشوف بقى اللي هيفيدنا في البادنج. عندنا دلوقتي البادنج بنكتب فيه ان انا محتاج اعمل بادنج 10 بكسل. 10 بكسل قلنا دي واحده من وحدات القياس في سي اس اس. خد بالك انا كنت ناوي اعمل فيديو عميق جدا عشان تعرف منه انه البكسل الخاص بسي اس اس غير البكسل اللي في الشاشه بتاعتك، مش هما الاثنين واحد ابدا، والموضوع ده فيه دوشه من هنا لبعد بكره. طيب احنا مش عايزين الدوشه يا عم، خلينا نكمل كده ايه بما يرضي الله. البادنج 10 بكسل يعني 10 بكسل في كل الجهات. تعال نشوف الخاصيه اللي انا كتبتها دي هي اختصار لايه. البادنج اللي انت كتبت فيه 10 ده المفروض انه بيقبل منك اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات اللي البادنج بيقبلهم؟ بيقبل مني يا شباب الاربع اتجاهات بتوعي. الاربع اتجاهات دول تقدر تقيسهم ازاي؟ بتمشي مع عقارب الساعه، يعني التوب اللي فوق اللي هو الساعه 12، بعدين الساعة 3 اللي هو اليمين، بعدين تنزل تحت الساعة 6 اللي هو البوتوم، بعدين تروح على الساعة 9 اللي هو الليفت، يعني بتمشي مع عقارب الساعة. فهو طالب مني هنا دلوقتي أربع قيم، أربع قيم للاتجاهات، وأنت كتبت له قيمة واحدة، القيمة الواحدة دي ما دام ما حطيتش غيرها هيخلي كلهم هما القيمة دي. طيب بص كده فيجوال ستوديو كود كتب لك ايه؟ الشورت هاند بروبرتي. هنا كتب لك الشورت هاند بادنج دي هي الشورت هاند للبادنج من جميع الجهات، باك جراوند هي الشورت هاند لجميع خواص الخلفية. طيب عظيم عظيم عظيم، تعالوا كده نكمل مع بعض بقى ونبص اهي الخاصية المختصرة. لو دوست على السهم هيطلع لي الأربع جهات مع بعض. آدي التوب الأول، بعدين الرايت، بعدين البوتوم، بعدين الليفت، الأربعة اللي هم مع عقارب الساعة زي ما اتفقنا. طيب ده كلام عظيم وجميل. طب انت كتبت 10 اترجمت في كله اللي هي كده، خليني اكتب لك جنبها كده زي اللي فوق، ال10 بكسل دي اللي هي بتساوي 10 بكسل 10 بكسل 10 بكسل 10 بكسل. طيب همش لي بقى دي ونعمل تجربه ثانيه. لو جيت انا دلوقتي كتبت بدل 10 بكسل بس كتبت 10 بكسل 20 بكسل، كتبت المره دي يا شباب قيمتين مش قيمه واحده، الاول كنت كاتب قيمه واحده. تعالوا كده مع بعض ناخد التعليقين دول كوبي معانا ونبدا نشوف. 10 بكسل دي اللي هي مين؟ اللي هي التوب. 20 بكسل دي اللي هي مين؟ اللي هي الرايت. مظبوط كده. طيب الباقي بقى اللي انت ما كتبتوش هيجيبه منين؟ كل حاجه هيجيبها من الحاجه اللي هي مواجهه ليها. يعني ايه؟ يعني كل اتجاه بيجيب القيمه من الاتجاه اللي في وشه.
هتقول لي طب ثواني بقى بالراحة عليا، دي 10 فوق ودي 20 من على اليمين، ايه القيمة اللي احنا المفروض يا شباب هنكتبها هنا دلوقتي؟ القيمة الثالثة البوتوم. انت قلت لي كل حاجة بتجيب من اللي في وشها، البوتوم دي مين في وشها؟ يعني اهو اللي تحت ده مين في وشه؟ اللي فوق. يبقى البوتوم دي الثالثة هتجيب من اول واحدة التوب اللي هي في وشها، يعني 10 بيكسل. حلو جدا. اخر واحدة بقى الليفت، الليفت دي انت ما كتبتهاش، اللي هي اخر واحدة عندنا، المفروض بتجيب من اللي في وشها. مين اللي في وشها؟ الليفت اهي، اللي في وشها الرايت. طيب يبقى الليفت اخر حاجة هتجيب من الرايت اللي هو تاني واحد ده، يبقى 10 20 10 20. تعالوا كده نشوف مع بعض الكود اللي كتبناه ده هيعمل ايه. ادي البادنج بتاعتنا، 10 من فوق، من على اليمين 20، من تحت 10 اللي هي اللي في وش التوب على طول، ومن على الشمال 20 اللي هي في وش الرايت على طول. عظيم والحمد لله وكله تمام وزي الفل وما عندناش مشكلة. طيب اخر تجربة، لو الشخص كتب 3 قيم مش كنتين بس. طيب هنشوف التجربة بتاعتنا وبراحتنا خالص، الثلاث قيم اللي هم 10 20 15 وما كتبش الرابعة، عادي جدا جدا جدا. طيب القيمة الاولى 10، التانية 20، التالتة 15، بسيطة جدا. الرابعة دي اللي هي اني واحدة يا شباب؟ الرابعة دي اللي هي الليفت. اخر حاجة الليفت بيجيب من مين؟ من اللي في وشه، اللي هو مين؟ اللي هو الرايت. يبقى الليفت هياخد من القيمة دي 20 اهي، بيحطها هنا بس. تعال نشوف مع بعض، ادي 20 بيكسل. تعال نشوف النتيجة اللي هتطلع، ادي 10 من فوق، 20 من على اليمين، 15 من تحت، القيمة الأخيرة الفاضية 20 بياخد من الموازي ليه على طول أو من اللي في وشها اللي هو الرايت، 20 20. عشان القيمتين دول متشابهين فعشان كده مفيش داعي تكتبها، يعني كده زي كده بالظبط، مفيش اختلاف خالص. طيب الحمد لله فهمنا الفكرة، كله تمام وزي الفل وما عندناش أي مشاكل خالص بإذن الله. لو أنت فهمت اللي إحنا عملناه ده هتلاقيه نسخة منه في الهامش اللي هنتعلمه تاني اللي هو المارجن الدرس الجاي إن شاء الله، وفي خواص كتير جدا بتقبل 4 قيم زي كده بتطبق نفس المفهوم ده. طيب يجي واحد يقول لي أنا مش عايز بقى أقعد أكتب بادنج وأقعد أحدد الجهات كلها، افرض طلبت منك إن أنا محتاج بادنج من تحت بس، هتروح أنت كاتب لي بادنج بالشكل ده؟ عشان انت بقى لسه معرفتش الايه القيم كلها وعايز تستخدم دي. طيب انا قلت لك ان انا عايز بادنج من تحت بس 10 بكسل وباقي الجهات مش عايز فيها بادنج. طيب من فوق كام؟ 0. من على اليمين كام؟ 0. من تحت كام؟ 10 بكسل. من على الشمال كام؟ 0. محتاج تكتب الشمال؟ لا، ما هي الشمال نفس اليمين فمش محتاج اكتبها. كده كانك بالظبط عملت بادنج من تحت. تعال نشوف مع بعض، ادي الديف بادنج تحت اهو 10 بكسل، نفس اللي احنا كاتبينه، فوق اهو 0، من على اليمين 0، تحت 10، على الشمال 0. هل بقى في داعي ان انا اروح اكتب البادنج كل القيم عشان واحده منهم؟ لا، الصح بقى ان حضرتك تقوله بادنج بوتوم 10 بكسل بس، عملت الاتجاه اللي انت محتاجه اللي هو ده، ما فيهوش بقى اختصار لان هو ده اتجاه واحد. طب انا عايز من فوق بادنج توب 10 بكسل، عايز اللي فوق كمان يكونوا 10، اهو 10 بالشكل ده. كده بقى عندنا فوق وتحت 10 بكسل، مبقاش عندنا اي مشكله خالص. البادنج يا جماعه بيقبل بكسلز وبيقبل نسبه مئويه ومش بيقبل قيمه نيجاتيف. ليه قلت لك قيمه نيجاتيف؟ عشان في نوع تاني من انواع الهوامش بيقبل قيمه نيجاتيف. يبقى احنا الحمد لله عرفنا الفكره وعرفنا كل الجهات، ولما نكمل باقي انواع الهوامش معلوماتك هتزيد ان شاء الله اكتر من كده. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.